معانا ام مصطفى اسكندريه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت عندي حلم، ممكن حضرتك اتفضلي اتفضلي اتفضلي. انا اخويا امبارح حلم ان هو ماشي على الميه، هو بيجري على الميه بس ميه رايقه يعني مش ايه صافيه كده. تمام. فكان معاه واحد وهو بايده سناره، فاصطاد يقول اصطاد سمك بالطين، فوقعت منه في الميه. بعد كده اصطاد سمكه بيقول لا هي سكساك لا هي سكزاك ولا هي عرمين، يعني ما بين الاثنين وبس كده، بس الميه صافيه خالص بيقول. ده اخوكي ولا مين اللي كان ماشي على الميه؟ نعم. مين اللي كان ماشي على الميه؟ اخوكي في المنام؟ اه اخوي. هو اخوكي كانت مراته حامل صح؟ لا هي لسه بتدور على حمل. هي ما هي كانت هي مراته كانت حامل وسقطت والله اعلم. هو بيسعى، هو بيسعى في موضوع. ماشي ماشي يا ام مصطفى، هكمل لك بقيه التفسير. ماشي شكرا. هو كده هو اخوها ان شاء الله يعني بامر الله كده، هو في عنده مشاكل بس ربنا يعني كده مطلعه المنزله حلوه. المشي على الميه دي منزله سيدنا الخضر، وده احد الصالحين اللي اتكلم عنه القران قبل كده، واحنا كلنا عارفين قصته اللي هو كان بيمشي على الميه يحط المنديل ويمشي مش عارف ايه، كان كده ليه كرامات وليه بركات، وهو ما كانش نبي لكن كان من الصالحين الزاهدين. فهو ربنا كان سبحانه وتعالى كان بيسخر له كل حاجه بيقابلها. فهو تقريبا كده اخوكي والله اعلم، ربنا معلي له مكانته بان هو صابر على الابتلاء اللي هو فيه، ان هو ما عندوش اولاد، وان الموضوع ده لسه ربنا ما اكرمهوش. لكن ان شاء الله والله اعلم كل حاجه بامر الله بتيجي بعد دعاء وبعد مصابره وبعد امل في وجه الله عز وجل. وزي ما احنا عارفين ربنا قال احسنوا الظن بي وانا عند حسن ظن عبدي بيه، واللي هو لازم يحسن الظن بالله لان هو ان شاء الله كده منزلته حلوه والله اعلم.